طيب يا جماعة، اليوم حنحكي عن بنت اسمها هويا. ب ب ب ب في كثير أحرف باسمها، فأنا حتعذب صح لو حكيتهم، الحموت لو حكيتهم جد. فاسمها هويا، هويا إشي. طيب يا جماعة، أنا بدي أحكي لكم قصة شوي شوي، ما شعبين ما نوصل للنهاية. ويا جماعة وصلوا للنهاية، إشي بدي أحكيه بالنهاية كل العالم عم بيحكي عنه، إشي بخوف بصراحة. فأي واحد هون تحت 18 سنة يسكر الفيديو لو سمحت، أو تحت 16 بصراحة، مو حابب إنه حد يخاف أو إشي زي هيك، تمام؟ فيلا نبلش. طيب يا جماعة، هيها هي هيا 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 هي هيها هيا هي صعبة هاي. المهم ما علينا. طيب يا جماعة، هي كانت تنزل على التيك توك عادي بشكل طبيعي، وما كان حتى يجي لها فيوز، وعادي وضعها طبيعي على التيك توك يعني، ولا في شيء، تمام؟ عادي تنزل فيديوهات طبيعية زي أي حد على التيك توك. نزل فيديو هي بتاكل كورن فليكس. And then you come in here and you treat this like a joke. You come in here and look at that and say I can't read that you read. في مثلا في فيديو هي بتاكل خبز. مثلا هذا فيديو عشان استعرض جمالها. ماكس just text me and he was like I hate your. ففاهمين علي؟ يعني الفيديوهات ما فيهم اشي، فيديوهات عادي لطيفة زيها زي اي بنت على التيك توك، هيك بتكون حلوة وحابة تنشهر، بتعمل هيك فيديوهات لطيفة ما فيش فيها اشي، تمام؟ طيب يا جماعة، فنزلت فيديو اليوم قبل 11 ساعة بالضبط، هسا عليها 7,100,000 مشاهدة. كيف جابتهم؟ هسا خليني اوجيكم الفيديو عشان تفهموا شو عملت هي. طيب يا جماعة، لو تبعوا في واحد قاعد بالحكة لابس طاقية وقاعد بالحكة ولابس أسود، وهي كاتبة بالعنوان أمي لو أنا ما جات على البيت بعشرين دقيقة اتصلي على الشرطة، هيك العنوان مكتوب، وحاطة هاشتاجز help me kidnapper، يعني هي بتكتب وعاملة هاشتاجز وكل شيء، بعدين حاطة كمان موسيقى لكاني ويست اسمها violent يعني عنف، فهي يعني تعبانة على الفيديو. شوفوا معي. لسه بالحق هالزلمة، والصراحة الموضوع بلش يخوف. ليش بلش يخوف؟ لانه من بعد ما نزلت هذا الفيديو ولا تعليق كتبت، حتى رحت على الانستغرام تبعها رحت شفت كل التعليقات، في مليون الف تعليق، كل الناس انت منيحة اعطينا فيدباك، اعطينا اي اشي. هون التعليقات نفس الاشي، 51,000 تعليق هون انه احكي لنا انت تمام، واضحك تمام، شو في ما في، بس كلها بالانجليزي طبعا يعني. فيعني فتت على الانستغرام تبعها كمان، فتشت، رحت على صاحبها، حتى رحت على صاحبها ونفس الاشي، الناس رايحين كمان على صاحبها نفسي كاتبين تعليقات هي منيحة وصاحبها ما بود، صاحباتها نفس الاشي. فالناس يعني رايحين على كل مكان عشان يطمنوا على البنت هي منيحة ولا لا، ولهسا ولا خبر فعليا بيحكي انه هي منيحة او لا، ولا حد قاعد يطمن، ولا حد قادر يعطينا خبر صافي اذا هي منيحة ولا لا. فانتوا شو رايكم يا جماعة؟ انه معقول فعليا تكون مخطوفة ولا عشان بس تجيب فيوز؟ انا بالنسبة لي بتمنى جد ان يكون عشان الفيوز، بس بنفس الوقت فيديو بخوف للامانة، فيديو بخوف. وليش بخوف اكثر؟ ان هي ما عادت ولا على مكان بالسوشيال ميديا، ولا مكان، حاولوا بكل مكان يتواصلوا معها ولا هسه على الفاضي، فتشت على النت، فتشت على المواقع الاخبارية، ولا حد قادر ياخذ منها معلومات لسه. طيب يا جماعة، هسه بدي احكي مع صاحبي واحكي له انه كيف كانت طلعت كذابة وطلعت تسوي كل هذا عشان الفيوز. بصراحة اشي بيخزي. يا غالي، هلا بيبي، كيفك؟ اسمع لي صوتك بالله عشان انا قاعد بصور حلقة. ليه؟ اسمع، شفت البنت اللي بعثت لك اياها، الفيديو اللي بعثت لك اياه طلع كله كذب. لا يا زلمة، والله عظيم طلع كله كذب. دقيقة، الفيديو تاع البنت. ايوه بالضبط. جد؟ يا مانس. لا لا، جداج زف جداج. ايوه هيك بدي اياك، سب سب اشتم اشتم. والله يا زلم، شو خلص ماشي. بصراحة هي علينا. طيب يا جماعة، هاي نصيحتي لأي بنت أو شاب، إذا حسوا حالهم قاعدين بدهم ينخطفوا، مثلا في واحد وراهم قاعد بالحقهم، في إشي هم مشاكين فيه، يحكوا مع الشرطة، يفتحوا اللايف لوكيشن على الموبايل، يحكوا مع أهلهم، أي إشي، بس مش إنك تنزل فيديو على التيك توك على الانستغرام وتخوف الملايين، يعني تحكي عن 7,100,000 واحد كل مكان. يا جماعة ليش هيك عملت لسه ما بنعرف، إن شاء الله تكون منيحة، وإن شاء الله بس تعمل هاي الحركة عشان الفيوز، وبحكي لكم بالفيديو الجاي.